السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا مزيان. كنشربوا أتاي. المهم اليوم نهضروا على واحد القضية اللي مهمة بزاف، ألا وهي كيفاش يعني تقدر أنك دير واحد التخطيط العام الدراسي ديالك وتحقق في واحد تفوق الدراسة. كيفاش انك دير اهداف لحياتك الدراسية؟ كيفاش انك ما تبقاش غير غادي؟ هادشي كله غنشوفوه دابا. مهم، او اهم حاجة نقدر نقولها لكم دابا هي خليك معايا حتى التالي، ما تفوت حتى دقيقة، حيت هادشي كله اللي غنقوله لك دابا مهم بزاف. تاني حاجة كنتمنى منك انك تشارك معايا في القناة. ثالث حاجة لايك، رابع حاجة تعليق جميل، خامس حاجة الا بغيتي دير بارتاج لهذا الفيديو، ما بغيتيش ماشي مشكل، كمل معايا بعدا حتى التالي، هذه هي المهمة. المهم هذا الفيديو بالنسبة للناس ديال سانكيام سيزيام الباك مور الباك قبل السانكيام، كل شيء يعني اي واحد اي مستوى دراسي ممكن يتبع معايا. اول حاجه نقدر نبدا لك بها هي من غادي تجي باش تقرا، ضع حط قدامك اهداف اللي واقعيه، تجي تكتب اهداف واقعيه اللي غادي تخدم عليها، ماشي تفليه، ماشي هضره خاويه. بحال اش هاد الاهداف مثلا؟ المهم هاد الاهداف تقدر تكون مثلا انك تجي انت هو الاول في القسم ديالك، انك ما تجيبش اخر نقطه، على حسب، انا كنهضر على حسب، يعني كنهضر مع بزاف الناس، كاين الناس اللي متفوقين اللي باغيين يجيبوا النقطه الاولى، عندهم هدف انهم يجيبوا النقطه الاولى، كاين الناس اللي باغيين غير يتفاداو ديك النقطه التاليه. المهم هادشي خصو واحد الكتابه وواحد التخطيط وواحد يعني واحد. انا نعطيكم مثال ديال كيفاش انك تكسب الاهداف ديالك. بحال هكا، داكشي يكون منظم وزوين وتكسبو بواحد الطريقه اللي بواحد الكتابه اللي زوينه، وبطبيعه الحال الاهداف سلسله الاهداف كتنقسم لاربعه، كاين غير مهم، كاين ماشي كاين غير مهم بتاتا، وكاين غير مهم، وكاين مهم، وكاين مهم جدا. فبطبيعة الحال نبداو بمهم جدا، نتبعوها مهم، نتبعوها غير مهم، غير مهم بتاتا. وديك غير مهم بتاتا بحالاش؟ مثلا تشوف التلفازة، مثلا تسافر، مثلا غير مهم بحال انك مثلا تشري حوايج، تشري ماكلة، تشري شي حاجة، مهم بحال انك تنجح هذا العام، هذا مهم، ولكني ماشي مهم جدا. تنجح هو مهم جدا، ولكني مهم على المدى البعيد، كتقول انجح ولكني انجح، مهم. المهم المهم جدا بحالاش؟ بحال انك تجيب اعلى نقطة في هذا الفرد، بحال انك ما تجيبش اخر نقطة في هذا الفرد. المهم هذه اول حاجه. ثاني حاجه اللي هي انك كيفاش تقرا، كيفاش انك دير مراجعه. انا اعطيكم مثال، كاين الدراري، كاين بزاف ديال الدراري اللي كيخدموا بواحد الطريقه اللي هي الحفظ، كيشد واحد النص وكيحفظوا كما هو. كاين عاوتاني هاد القضية كتنفع بزاف مع الناس ديال الآداب وعلوم إنسانية، الناس ديال العلوم كيخدمو بواحد القضية اللي هي خطاطة، كاين بزاف ديال أنواع الخطاطات، يعني هادي أنا عطيتكم غير مثال، يعني كتخدم كدير خطط للدرس ديالك. المهم انا ما غاديش نجي ونقول لك احفظ ولا دير خطط، لا، كل واحد فينا عنده الطريقه المثلى باش كيخدم، الطريقه باش كتوصل له المعلومه لراسو، فانت غادي تختار الطريقه اللي كتناسبك.
هذه حاجه مهمه بزاف، حيت الا بغيتي انك تطبق داك الاهداف، حيت حنا دابا كنهضروا على الاهداف على مستوى الدراسه، خاصك انك دير واحد الخطوات. اهم خطوه هي التعلم والدراسه. كيفاش نتعلم وندير الدراسه؟ على انك تلقى يعني الطريقه المثلى اللي تطبقها في القرايه ديالك. هذه هي الخلاصه. الخطوه الثالثه ولا الرابعه ما عقلتش، اللي هي الهدف. عندك هدف، عندك هدف فلان مثلا، الحصول على 19 في الفرد. هذا الهدف هذا الدراري يجيك كبير، يجيك قاصح. فأسهل حاجة تقدر ديرها هي مثلا، مثلا عندنا العلوم، الفرد العلوم كيكون منقسم جوج الحواج، كيكون واحد الجزء عليه 5 نقاط، واحد الجزء عليه 15 نقطة. هذا الجزء الاول اللي هو داكشي ديال التعاريف وداكشي، وهذا على داكشي ديال التحليل. اول حاجه تقول الهدف ديالي هو نحصل على 14 هنا ولا 15 هنا، ياك. الهدف الثاني هو نحصل على 4. غتبقى تقسم الهدف ديالك، تقسم الهدف ديالك باش ما يجيكش كبير وثقيل وما تقدرش انك تنجزه. لا، بقى تقسم الهدف ديالك. هذه الخطوه الرابعه. الخطوه الخامسه شنو هي الدراري؟ انا غنجيكم في الهضره. الخطوه الخامسه هي انك دابا انت مقبل على واحد العام دراسي، عام دراسي على اختلاف المستويات ديالك، واش باك سيزيام سانكيام ما عرفتش انا، ولكن على اختلاف هادشي انت عندك واحد الهدف هو انك تجيب النقطه الاولى في قسمك، ولا تجيب اعلى نقطه. مهم كل واحد الهدف ديالو كيفاش داير، ولا انك تدخل شي كليه مزيانه ولا شي مدرسه واعره. مهم كيفاش؟ عندك 24 ساعه في النهار، عندك 24 ساعه في النهار. هاد 24 ساعه خصك تقسمها، علاش تقسمها؟ تقسمها على شي حوايج كيهمو الدراسة، شي حوايج كيهمو الحياة، شي حوايج كيهموك انت، شي حوايج كيهمو الأسرة. المهم تبقى تقسم هاد 24 ساعة وتوازن ما بين هادي وهادي 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 باش ما تلقاش أدنى مشكل. ماشي مثلا تعطي الأسرة ديالك 10 سوايع والقراية تعطيها 2 سوايع، راه ما يمكنش، راه ما غاديش تكون وازنتي وما تكونش أصلا حققتي هدف. فلذلك خصك دير توازن. المهم خليونا مع الخطوه السادسه. شنو هي الخطوه السادسه؟ هي الاجتهاد. الاجتهاد الاجتهاد ثم الاجتهاد. اهم حاجه تقدر تلقاها في حياتك هي الاجتهاد. الا ما اجتهدتيش راك مجيزي. فهاد الخطوات كاملين اللي هضرنا عليهم قبل مجرد اعدادات، مجرد واحد هضره خاويه الى جينا نقولوا. فالا ما اجتهدتيش باش انك تلتزم بهاد القوانين، انك تطبق هاد القوانين بواحد العزم وبواحد السعي وبواحد الفعل، راه ما غاديش توصل. كاين واحد القوله كتقول لك الفرص لا تفيد من لا يغتنمها، يعني الفرصه ما غاديش تفيدك الا انت ما استبقتيهاش تغليت هذه الفرصه، راه ما غاديش تفيدك. المهم هذه هي الخطوه السابعه. تخليوني مع الخطوه السابعه. الاغلبيه ديال الدراري، كيدوز شهر 4 شهر 5 شهر 6 صافي كيعياو كيملوا كي يطلع لهم الدم، ما كيبقوش حاملين كاع القرايه. فاللي نقدر نقول لك في هذه القضيه هذه هي التفكير الايجابي. التفكير الايجابي، بقى تفكر بايجابيه، تفكر بإيجابية، ديما تكون بلوس، ديما تكون واعر، فهمتيني؟ ديما تكون كول، ماشي ما تبقاش تفكر بسلبية، كون كول وعيش حياتك غير بشوية عليك، حيت إلا بديتي بواحد الحرقة وكذا وما كملتيش راك بحال ما درتي والو. المهم خلونا مع الخطوة الثامنة. الخطوة الثامنة والأخيرة اللي هي عندنا أهداف. هذا الهدف هذا طبقتيه، نجحتي في هذا الهدف هذا اللي رقم واحد، شنو غادير؟ شنو غادير؟ ماشي غادي تدوز الهدف الثاني، لا خطا. حيت الا دزتي الهدف الثاني غتبقى تحس بانك شنو ما وقع والو، ياك تبقى
كتمشي للمدرسه وكنجي عادي صافي بقى والو، لا تشد هاد الشيء اللي هنا غادي تكافئ راسك عليك بأي حاجة. انت عارف الحاجة اللي كتبغيها، غتكافئ راسك بيها حيت حققتي إنجاز، باش مرة أخرى الهدف الثاني نجي تحققه بواحد السهولة. وعقلك لا شعوريا لا إراديا غيبغي يتعود على أن مور تحقيق واحد الهدف كاين واحد المكافأة، ماشي بالضرورة تكون مكافأة غالية ولا كدا، المهم تكون مكافأة في حدود المعقول وصافي. المهم هادشي اللي كاين، كنتأسف بزاف على الجودة ديال الكارثية، هاد الكاميرا شوية عيانة، وكنتمنى منكم باش أننا نوصلوا لألف سبسكرايب، وأحسن حاجة تقدروا ديروها لي ولا أحسن خدمة هي بارطاج وأبوني. هادشي اللي كاين، السلام عليكم الدراري.